هذا العام اختلف المشهد كثيراً، ولم يزر هذه المرتفعات غير القليل من السواح، الأمر الذي أضر باقتصاد أهل الجولان المحتل. وعادة ما تعج هذه المرافق السياحية السورية بالزوار الإسرائيليين، خصوصاً بعد أن أعلنت تل أبيب ضم الجولان عام 81. إنه نزلت نسبة 50% 60% أقل، عادة بالأشهر هذا بتكون يعني بأول خمسة بنص خمسة بكون في حركة. في فصل الربيع تغطي الزهور البرية المذهلة معظم الهضبة، وفي الصيف يوفر نهراء بانياس والحصباني فرصة للسياحة والاستجمام، وطوال العام تقريباً يستمتع السائحون بالتزلج على جبل حرمون، ويستمتعون أيضاً برؤية المناظر الطبيعية الخلابة من عربات التلفريك. ويعيش نحو 20,000 سوري في 5 قرى وبلدتين بمرتفعات الجولان، وهي منطقة مشهورة بإنتاج العنب والكرز والتفاح. يبدأ موسم جني الفاكهة في مايو أيار، وهذا العام لم تجد فاكهة الجولان من يشتريها، ظلت سلال الكرز معبأة بالفاكهة الطيبة، بينما يزداد قلق أصحابها. هاي الفترة بالذات الفترة هي موسم كرز، يعني نسبيا للسنة الماضية كمية السواح وعدد الناس اللي بيجوا مشين الثمرة هي، ومشين كمنطقة سياحية نحن منطقة كثير حلوة مشهورة بهواها بناسة اللي بترحب بالسياح بترحب بالضيف. بتقديري أنا مبالغات الإعلام الإسرائيلي حول هاي المسألة واستباقه لأحداث التي قد لا تكون وممكن أن تكون لكن احتمالاتها ضعيفة. في الآونة الأخيرة قالت إسرائيل إنها دمرت هدفاً سورياً بعد إطلاق النار على مواقع إسرائيلية في مرتفعات الجولان، وقالت سوريا إن قواتها دمرت مركبة إسرائيلية عبرت إلى أراضيها، فيما نفت إسرائيل. جبهة الجولان التي كانت هادئة منذ 40 عاماً عادت اليوم لتكون أحد أبرز معالم الصراع الذي يتشعب ويتنامى كل يوم ككرة الثلج المتدحرجة.